راسب النهارده من اجمل الاطباق واكثر الاطباق اللي ممكن يتاكل مع سايدز مختلفه جدا واوبشنز كتير تشيكن الفريدو بان نبدا الاول بان احنا نسلق المكرونه في ميه مغليه بملح سيبها من 8 ل 10 دقايق او على حسب نوع المكرونه في طاسه ببدا انزل بزيت واحط عليهم الفراخ صدور آه الفراخ بتاعتي بكون متاكد ان هي متشال منها الجلد ومتجففه كويس منشفها كويس بحط عليها ملح وفلفل واوريجانو واسيبها لغايه اول لما احس ان هي بقت لونها بقى ذهبي كده وكل سايد استوى كويس بشيلها واقطعها سلايسز او قطع كيوبز زي ما انا حابب في نفس الطاسه بنزل بحته الزبده وبعد كده احط عليها الثوم والدقيق طبعا سيب الثوم لغايه كده اول ما شم ريحته واقوم حاطط على طول عليه الدقيق بعد كده بقوم نازل باللبن اللبن اتقسم ثلاث مرات او على حسب يعني الكميه بس ما ينزل ما مره واحده ونبدا ما بين كل مره والتانيه نتاكد ان احنا بنقلب كويس لغايه لما ما يبقاش في اي قطع او اي كلاكيع في الخليط بتاعنا اقوم عليه بعد كده بالكريمه اي نوع كريمه عندي متاح اه مفيش اي مشكله بعد كده بحط الجبنه اي نوع جبنه موجودة عندي مفيش اي مشكله اقلبهم كويس لغايه لما احس ان الجبنه ابتدت تسيح بعد كده اقوم حاطط عليهم ملح وفلفل اوريجانو وجوز الطيب وممكن توم باودر ده اوبشنال يعني اقلبه كويس وبعد كده ببدا اجيب قطع الفراخ وانزل بيها والمكرونه برضو واقلبهم كلهم كويس اتاكد ان كل حاجه بقت ميكست كويسه في بعضها وممكن للتقديم ازينها بعد كده بشويه بقدونس وكده تبقى جاهزه على التقديم قولوا لي بتحبوا تقدموها مع سايدز ايه والف هنا